أقيمت بمركز قفت بمحافظة قنا احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للعام 17 على التوالي. وقد أقامت الاحتفالية إحدى الجمعيات الأهلية بالتعاون مع إدارة أوقاف قفت. التفاصيل مع الزميل محمود تغيان. ما أجمل الاحتفاء والاحتفال بأهل الله وخاصته حفظة القرآن الكريم، فهم مصابيح النور التي تضيء لنا الطريق في متاهات الحياة، وبهم تتنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات. وفي مركز قفط بمحافظة قنا كنا حاضرين هناك مع إحدى كبريات الجمعيات الأهلية والتي نظمت احتفالية كبرى بالتعاون مع إدارة أوقاف قفط لتكريم أكثر من 500 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم إلى جانب المحفظين والمحكمين في المسابقة، فما أروعه من احتفال وفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جهود في تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى وفي تكريم حفظة القرآن وتكريم أهل القرآن نعمة من نعم الله الكبرى، فهذا يوم الفرحة. الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واجتماعنا اليوم تكريم ما بعده تكريم لحفاظ كتاب الله تبارك وتعالى، فالقرآن الكريم ضوء الحكمة ونبع الحق، إنه معجزة النبي الخالدة، هو خلقه وغذاؤه ومهمته، إنه المعجزة التي وسعت الخلائق على امتداد الزمن فنهلوا منها حتى الشبع وكأن المعجزة لم تمس. هذا اليوم يوم الفرحة، يوم تكريم أهل القرآن وحفظة القرآن، والله تعالى دعانا إلى الاهتمام بأهل القرآن. فعلت يوم النهاردة احنا بنبتدي بمسابقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الفاعلية المهمة في اليوم ده، لكن بجانب الفاعلية طبعا هنذكر أنشطة الجمعية، وأنشطة الجمعية متعددة منها كفالة اليتيم وزواج اليتيمات القاصرات، المقبلات على الزواج، وعندنا كمان بنعمل توصيلات مياه وأسقف، وفي نفس الوقت بنعمل مشروعات متناهية الصغر للأسر الفقيرة. فالأمور يعني كتيرة، يعني العدد كتير بالنسبة للأنشطة. كل سنة الجمعية تقليد إن هي لازم تكرم الأوائل والفائزين في المسابقة السنوية اللي بنعملها، وبنعتبر ده عرس ويعني ماراثون روحاني بتقوم به الجمعية كل سنة، بيتقدم المتسابقين من كل من المدينة ومن كل مركز جفت. السنين اللي فاتت احنا كنا وسعنا الدائرة حتى من المدن اللي حوالينا، لكن السنة دي حاولنا نحجم العدد شوية، فتقدم للمسابقة حوالي 850، الفائزين منهم 500، بنكرمهم طبعا، وتكريمهم قبل كل ده تكريمهم من ربنا، وطبعا يستاهلوا كل خير. يعني بسم الله ما شاء الله بتلاقي أطفال صغيرين حافظين للقرآن كاملا، فمش معقول هنسيب الموضوع ده يعدي كده، يعني لازم نعمل حاجة، وده أقل حاجة نعملها لحفاظ أو حافظين القرآن الكريم. المسابقة السنة دي دخل 850 متسابق، احنا بناخد يعني كل اللي واخد اكتر من 80%، مش بناخد 3 مستويات، لان هدف المسابقه تشجيع كل من يحفظ ايه انه يزود السنه الجايه، يبقوا جزء، واللي حافظ جزء يبقوا 2 واكثر. فبعد الفرز وبعد النتيجه مخرج المسابقه 500 متسابق بالاضافه ل 55 سيده يتراوح عمرهم بين 60 و20. الجوائز بتبقى فترة ما بين المسابقة، والجوائز خصيصا مقدمة لحفظة القرآن الكريم، يعني خصيصا مقدمة، يعني بعد المسابقة بيبقى عندنا متبرعين من أهل الخير ومن محبي مسابقة أم المؤمنين عائشة، هم اللي بيقدموا لنا الجوائز النهاردة. بالنسبة لمسابقة السيدة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها للعام 17، طبعا بالنسبة للمعايير اللي بنقيم عليها المسابقة بيبقى فيه شروط طبعا خاصة بالسن وخاصة بالأجزاء، كل مستوى من المستويات بيبقى ليه سن معين،
بحيث يبقى فيه يعني ايه حيادية في الـ في الـ في الـ في الـ صاحب مكتب بيقدم العدد اللي عنده الموافق للشروط بناء على السن وبناء على المستوى، وبنقيم المسابقة على المستويات اللي هي من القرآن كاملا وحتى قصار الصور وجزء عام. يعني دي اللي هي معايير المسابقة أو اختيار المتسابقين. يعني أعزائي تابعنا معا احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم للعام 17 من مركز قفط بمحافظة قنا، والذي تقيمه إحدى كبريات الجمعيات الأهلية بمدينة قفط. من قفط كان معكم محمود تغيان لأخبار.